احد الفتيات ماسكه الجوال وفي في المطاف وكير كير كير تضحك تدور اجيها من قدام تلف اجيها من الجهه دي تلف. ابغى انصحها الناس الشباب ملتمين عليها قاعده بتقول نكت تتكلم والناس بتطوف يبغى ينصحها في الاخر لما شافته بيضايقها قالت له ايش في ايش تبغى مني ايش تبغى مني تقول للشيخ قال لها اتقي الله اتقي الله انت في بيت الله في الصحن وشوف الشباب كلهم قاعدين ما يستنوك يطالعوا يمين وشمال اتقي الله تعرفي قالت له قالت له اتقي الله الان لو ربنا ارسل لك ملك الموت الان واخذ روحك لو ارسل ملك الموت الان واخذ روحك ايش يكون موقفك ايش قالت له قالت له اقول لك ادلف يعني اقلب وجهك خلي ملك الموت حقك هذا استناني بوابة 9 خلي ملك الموت استناني عند بوابة 9 يقول مدام قالت الكلمة هذه قال أنا اللهم بلغت اللهم فاشهد خرج يقول خرج كمل طوافه والسعي حقه ويلاقي لما عند بوابة رقم 9 فجاء كانوا هم غطينها بالعباية حقتها غطيها بالعباية فطلعت هي نفس الفتاة اللي قالت تحدث ربنا خلي ملك الموت استناني بوابة 9 ما خرجت رجلها من القبر بوابة 9 إلا وربنا راسل لها ملك الموت تتحدى مين مين أنا ولا أنت تحدى الله مين اللي أنزل الرياح والبرق والرعد والبراكين عوامل طبيعية عوامل طبيعية لكن مين اللي سخرها أليس الله سبحانه وتعالى مين اللي خلقك أليس الله عز وجل من ماذا خلقك من تراب هذا الجسم وهذه العضلات وهذه المادة والفلوس والمركز وهذا كله خلقت من تراب وسوف تعود إلى هذا التراب غصبا عنك غصبا عنك سوف تعود هذا التراب لمتى تكابر نفسك نكابر لمتى تكابر على الله سبحانه وتعالى أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا أخوان.